أهلا بكم مشاهدينا في برنامج ساحة التحرير. اليوم أريد أحكي عن موضوع البطاقة التموينية اللي طبعا كلنا نسمع بيها بس ما نشوفها. البطاقة اللي بهاي الأزمة اليوم العوائل المتعففة، أصحاب الدخل المحدود، أصحاب الإمكانيات المحدودة، أصحاب القوت اليومي، اليوم بهاي الأزمة هم بأمس الحاجة إلها، بس الجهات المعنية والجهات المسؤولة بهذا الموضوع ما أعرف شنو دا تسوي بهاي الأزمات. يعني اليوم المفروض توزع البطاقة على الجميع، على جميع العوائل المتعففة، لأن هاي البطاقة هي تحفظ كرامة الفقير، تحفظ كرامة عائلة الفقير. طيب اكو هواي امور راح نناقشها اليوم، وراح يكون وياي ضيفي محمد حنون، هو المتحدث باسم وزارة التجارة. سيد محمد حياك الله. اهلا وسهلا، حياك الله. اهلا بك سيد محمد. يعني مثل ما اكيد انت تعرف وداخل بهاي التفاصيل، الكل يسأل وين البطاقة التموينية، وين مفردات هاي البطاقة، ليش لحد هسه وبهاي الأزمة مو كل الناس استلمت. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا يعني شخصيا أشوف المقدمة كانت ظالمة لوزارة التجارة، يعني يبدو لي أنت أختي الكريمة ما تستلمين البطاقة التموينية أو ما مشمولين بنظام البطاقة التموينية، لأن اليوم كل المشمولين نظام البطاقة التموينية يستلمون وفوق وكيل موجود بالمنطقة، والوزارة جهزت أكثر من 700,000 طن خلال أزمة كورونا بمعدل 450,000 طن لمادة الحنطة والطحين، و 120,000 لمادة الرز، و 80,000 طن لمادة السكر، و 36,000 طن لمادة زيت الطعام. وهذه الأرقام هي ليس للإنشاء ولا مجرد العرض، أرقام مدقق فيها بشكل جيد من قبل جهاز رقابي كفو ومن قبل المراكز التموينية. ودائما في وزارة التجارة نقول احنا تخصيصات البطاقة التموينية لا تكفي الا لاربعة مواد اساسية اللي هي تحدثت عليها بالارقام، انه نجهزها شهريا نجهز 700,000 طن، وبالواقع الارقام اللي تحدثنا عليها. البطاقة التموينية تعتمد على المنشأ المنتج الوطني، السكر وزيت الطعام من معمل سكر الاتحاد في محافظة بابل، والحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فضلا عن مادة الرز اللي تمثل الشلب المحلي المزروع بالمحافظات الشلبية الديوانية والنجف والمثنى، فضلا عن الشركة العراقية الفيتنامية اللي هي رأس مالها عراقي بواقع 51% ورئيس مجلس إدارتها عراقي. الوزارة من أجل التدقيق وإيضاح الصورة للرأي العام نفذت جولتين إعلامية حضرت أكثر من 15 قناة ومؤسسة إعلامية، صورت ماذا موجود في مخازن وزارة التجارة وماذا استلم الوكيل. وأنا بإمكاني من خلال الهاتف الجوال اللي أحمله أنه أغلب وكلاء المواد الغذائية لم يأخذوا هذه المرة مبالغ من المواطنين، تأجلت عملية دفع المبالغ بسبب يعني الحاجة الملحة للمواطن في هذا الظرف. أنا أتمنى من قناتكم الموقرة وقبل الحديث عن هذا الموضوع كان ممكن تزور مخازن وزارة التجارة وتتأكد بنفسها، كان ممكن تعطينا النقاط اللي رصدتها كاميراتكم في مناطق بغداد قبل الحديث انه ما توجد بطاقة تموينية. استاذ محمد، كل المواطنين او حتى لا نشمل اغلب المواطنين يشتكون الى الان بتأخير استلامهم لحصات حصصهم وتأخير استلام المواد، وحتى المواد التي يتم استلامها ليست من الدرجة الاولى، هي مواد رديئة. سيدتي أني مستعد أنه فريق تلفزيوني من قناتكم الموقرة باكر أو يوم السبت، ونروح أنا وياك كل مخازننا في بغداد على الأقل، ونروح مناطق في بغداد المستلمة المواد الغذائية، وحتى الرأي العام يطلع بشكل أفضل أين الدقة في الإجابة وأين الصح من الموضوع. أنا أتحدث لك، أنا ما أخذ قلت لك 15 قناة تلفزيونية صورنا كل المواد المخزونة بهذه المخازن وعرضناها للرأي العام.
فضلا عن والله انا كنت اتمنى يعني ان شاء الله قناتكم تحضر، بس ما احنا دعينا كل القنوات. انا بدي اوضح شيء مهم، هو مو طموحنا اليوم ان نوزع اربع مفردات اساسيه، مو طموح وزاره التجاره ان نتوزع اربعه فقط، الطموح كان ممكن تكون اكثر. لكن سيدتي الكريمه، منذ عام 2014 ولحد الان الموازنه العامه للدوله تخصص لهذه الوزاره فقط اربع مواد بواقع مليار و500 مليون، اللي توزع وزاره التجاره لازم اربع مواد في ست وجبات. يعني المواطن اذا ما يستلم، يستلم الواحد الشهر الثاني ما يستلم، اذا استلم الثالث يستلم، الخامس يعني قصدي بين شهر وشهر تجهز البطاقه التموينيه لسبب يتعلق بالتخصيص المالي وليس بقدره وزاره التجاره. يعني سيد محمد، التخصيص المالي لوزاره التجاره هو يعني كما مثل ما افتهمت من حضرتك هو قليل لا يكفي. بالضبط، احنا امام مشكله. يعني دائما يعني احنا يمكن كنا نطلع بالاعلام كلش قليل، وسببها انه هسه شلون حضرتك اليوم كانت البدايه، بدايه البرنامج، وانا اعتقد حقك انت اليوم من حقك تعرضين اي مشكله للمواطن، ومن حقي ادافع عن مؤسسه. أكيد طبعًا. من حقي ادافع عن المؤسسه. اليوم الاعلام يلعب دور مهم وحيوي في التركيز على معاناه المواطن، واليوم الجانب الغذاء جدا مهم. اليوم كورونا يعني خلتنا امام منعطف لابد من توفير خزين جيد للبطاقه التموينيه. البطاقه التموينيه قبل تعتقد يعني بعض الـ بعض الـ بعض الـ الموجودين يعتقدون انها قضيه شكليه او قضيه شنو البطاقه التموينيه. لا، اكثر من 30% من العراقيين تحت خط الفقر، اكثر من 4 ملايين 3 ملايين يستلمون الرعايه الاجتماعيه. اليوم امام احنا منعطف خطير، لابد من توفير مواد غذائيه على الاقل لهاي المناطق العوائل اللي هي تمثل خط الفقر. اليوم البطاقه التموينيه تتوجه ل 39 مليون مواطن عراقي بهاي الاربع مفردات الاساسيه. وحقيقه يعني نوبات انا انحرج اطرح انه نقول احنا بالعراق نوزع البطاقه التموينيه عكس دول اخرى ما توزع البطاقه التموينيه. يعني ماكو دوله بالعالم اليوم توزع على العراق. هو حقيقه العراق يستحقون العراقي البطاقه التموينيه، ويستحقون مثل ما قلت حضرتك افضل انواع المواد. بس احنا ملزمين اختي الكريمه انه نجيب من المنتج الوطني. يعني وزاره التجاره يعني عليها توجيه مركزي من مجلس الوزراء ان نشتري محلي السكر وزياده الطعام. وانا اتمنى في يوم من الايام اختي اتمنى اشوف فيه المفردات، حتى مره ثانيه بينطرح امامك موضوع راح تقولي والله انا شفت الزيت وشفت السكر وشفت الرز. يعني قصدي انه خلينا نطلع على المواد. احنا بهاي الازمه يعني ما في سر، العديد من العراقيين ما يستلمون البطاقه التموينيه، يعني لسبب واحد الوكيل يقول له معود التمن مو جيد، الطحين مو جيد، فشو يسوي المواطن؟ يا ابا الوكيل بيحن وطيني الفلوس، الوكيل ياخذ المواد كلها لسوق جميله. وحقيقه بالازمه يعني اكتشفنا مئات المخالفات تتعلق بعدم تجهيز المواطنين اللي هي تروح للاسواق المحليه، احنا والامن الوطني والجريمه. يعني اكو رقابه سيد محمد على الوكلاء. بالضبط ستي. اليوم احنا ليش انا بديت بدايه قلت يجب يعني ما نريد نظلم وزاره التجاره، يعني انا اليوم امثل 20,000 موظف يمثلون قطاعات وزاره التجاره. الاول يوم بدينا بالازمه الوزاره شكلت خليه ازمه برئاسه وزير التجاره والجهات الغذائيه والرقابه والقانونيه. باليوم الاول دخلنا على 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 موضوع مراقبه السوق التجاريه مع الاجهزه الامنيه. وحقيقه لو سائل يسال ليش حافظت الاسعار بعد اليوم الاول على مستوياتها، السبب الاول احنا ضخينا اكثر من 3 ملايين كيس من الطحين بنوعيات جيدة. لا. وأيضا وضعنا كل جهازنا الرقابي في المراكز التجارية العامة اللي هي أسواق. طيب سيد محمد أريد أقاطعك لأن عندنا اتصال وأكيد رح نرجع للموضوع. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك، بداية بارك الله بكم على هذا البرنامج الجميل، ونبارك لضيفكم الكريم في هذه قناتكم الموفرة. حياك الله، تفضل. عهد من بغداد. نعم عهد من بغداد. نعم تفضل. طبعا احنا نحكي عن مفردات الحصه التموينيه. يعني يوم مفردات الحصه التموينيه ليش كانت بالسابق 14 حاجه؟ وليش اليوم مفردات الحصه التموينيه اربع حاجات؟ اجاوب؟ يعني الشكر. اجاوب؟ اي تفضل العديد. تفضل استاذ محمد. لا 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 حتى تكون صوره واضحه طبعا. ايه تفضل. حتى تكون صوره واضحه عند العراقيين. يعني قلت لك اني
كنا مضطرين ان نطلع بالاعلام ونتحدث يعني نتحدث عن البطاقه التموينيه، كان حديثنا قليل كلش. نعم. ال 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 قبل يعني قبل 2003 كان كل اموال العراق مخصصه للبطاقه التموينيه. راح اقول شلون؟ كان اكو برنامج اسمه النفط مقابل الغذاء. العراق مضروب عليه حصار دولي، كل اموال النفط تروح المصرف في فرنسا يدفعها فقط للبطاقه التموينيه. كان وزير التجاره وزاره التجاره هذا ما ياخر الشكر مال الرابع يكون بالسابق. هذا شيء مو مقنع انا كمواطن. دخل اكمل لك انا ما قاطعك. خل اكمل لك. نعم خل اكمل لك. خل نشوف وين نوصل. هسه يجوز احنا عدل الخطا. خل نتفق احنا اليوم حقيقه احنا اليوم مو نريد نبالغ ونصبغ الواننا بابيض وهي غير لون، لا احنا اليوم نريد نوضح، وبالتالي التوضيح يعطي صوره للمواطن حقيقيه ويخلي المواطن يعرف ليش وزاره التجاره تجيب اربع مواد، ليش وزاره التجاره تطلب بين شهر وشهر. اخي الكريم قلت لك قبل وزاره التجاره تتعاقد بالتليفون تجيب مواد غذائيه، ليش؟ لانه اكو كان برنامج النفط مقابل الغذاء يتيح لهذه الوزاره انه اموال العراقيه تحت تخصيصاتها. اليوم البطاقة التموينية مخصص لها بالموازنة العامة للدولة ما نسبتها 3 إلى 4%، يعني 1,500,000. أنت هسه لو عندك حاسبة وتحسب هم طبعا بالمناسبة هاي إذا لمدة شهر، مو لمدة 17 سنة، إذا لمدة سنة، إحنا صار لنا 17 سنة على هالروتين هذا. إي هذا المخصص. إحنا شيء مقنع للشعب العراقي. مو هذا المخصص، لا أنا على الحصة التموينية، بس خلي خدمة الأستاذ، أنا أبقى وياك البرنامج كله. استمع لك واشرف بحديثك من خلال هذا المنبر الكريم. ممنون منك. بس هذا شيء مو مقنع كمواطن. انا 17 سنه صار لنا. انا راح اوصل لك الفكره. ترجع لنا حسابك. راح اوصل لك الفكره. انت شايل البال العراق بال 92 شكلها حصه تموينيه. راح صار لنا 17 سنه احنا على الروتين هذا. راح اوصل لك الفكره. راح اوصل لك الفكره. انا اعطيك 1,000,000 دينار واقول لك روح للكرار اشتري ملابس. واعطيك 50,000 واقول لك روح اشتري ملابس، ايش قد راح تجيب بالمليون وايش قد راح تجيب بال50,000؟ لا تقول لي ما مقنع، هسه انت تقنعني، اعطيك 1,000,000 اقول لك روح اشتري لاولادك انت ملابس العيد، وبنفس الوقت اقول لك هاي 50,000 روح تجيب لي ملابس، بيش تجيب؟ كمول كامل، اذا كل شهر تعطيني مو بالمليون ال50، اغذي المول كامل بملابس. بس اذا احنا صار لنا 17 سنه احنا نريد لنا شيء مقنع. هم وصلت الفكره اليك اخي الكريم. احنا مخونا شكر، احنا نستورد. انا بس اردت لك هذا السؤال، احنا اهل التمه، نحن اهل الشكر، السكر، العمارة اغنى محافظه عربيه، اغنى محافظه عربيه اللي هي تستنتج السكر، احنا نستورد السكر يعني وتوزعوا لنا بالحصه؟ هيك اقنعنا بشيء. ها جيد، خلنا نقنعك. خلنا نقنعك. انا اولا انا المتحدث الرسمي للوزاره وليس الجهه المعنيه حتى توصل لك الفكره. اولا تتحدث ب استاذ العزيز الشاعر والاعلام العسكر عهد المالكي. على راسي. حياك الله. انا بس اريد اوضح لك شيء واحد. انا طبعا اوضح على قصد كل العراقيين. الشلب المحلي اللي العراق يزرع شلب اللي 300,000 طن شلب تكفي 120، تدري هاي الكميه تكفي العراقيين المشمولين بالبطاقه التموينيه؟ شهر واحد. تدري الزيت اللي بالعماره يكفي العراقيين ايش قد؟ نص شهر بالسنه. نص شهر بالسنه، وانت قدر ايش قد نص الشهر. انت اليوم تتحدث امام 700,000 طن، وين اكو جهه محليه تجيب 700,000 طن؟ انت اليوم من اعطيك ارقام، اعطيك احسن 39 مليون يستلمون البطاقه التموينيه اربع مواد هاي. احنا العام ما اسمعك، انا صوتك راح. عهد ويانا على الخط. تفضل. نعم تفضل. تفضل هسه من يتفضل اللي هو تفضل عهد. نعم يعني بلد صار له 17 سنه احنا على هالروتين هذا. انا بس ارضى خدمه الاستاذ اليوم ان حق يمكم، ان حق الدوله عندهم صحيح. اليوم انتم انا هم مواطن ترى عهد، انا هم مثلك استلم بطاقه تموينيه. يعني الله خالق لكل قوم النبي، شنو بلد هاي العالم؟ يعني ماكو اي شيء.
حصه تموينيه. هسه احنا مرينا بازمه ترى احنا لا افريقيا مثلنا مجاعه لا دافور لا غير دوله ماكو اي شيء استاذ. احنا اليوم انا من حق احكي وياك هذا لان جاي اشوف انت كعراق تطلع بالشارع اشوف المجاعه اشوف العالم الماحده صدق اروح على الحصه التموينيه كفيلك الحفاظ وردك من منبرك ما رايح على الحصه الا ذاك اليوم والدين قال لك شيلنا على الحصه لان الحصه التموينيه ايش لقيت؟ شكر وزيت ضحكت. انت عهد انت وين وكيلك؟ عهد انت وين وكيلك يا محافظه؟ انا بغداد. وين بالضبط؟ بالشعله. اقدر باكر يوم السبت اجي لوكيلك انا والرقابه؟ انا والله هسه ما موجود الله شاهد ورسوله. مو هاي مشكلتنا يا اخي. هو يمكن المشكله ما تخص جميع مواطنين المنطقه. لا انا ليش؟ انا ليش اريد انا ليش قلت هذا اجي السبت؟ انا ليش اقول السبت؟ سبع البور وانا اتصل لك على هاي المناطق وخليهم يستقبلوك. انا ما يستقبلوا انا مواطن عادي ترى حتى من جيت هسه القناه جيت انا اسوق سيارتي بالباب انا مو اشوف بنظر عينك. لا انا اسال عهد وخابر لك على اخي الكريم انا شريك وخابر لك على الشحنه وخابر لك على الجوالين وخابر لك على سبع البور من بغداد الى نصف اطراف بغداد اخي استاذ عهد انا شنو قصدي؟ قصدي اليوم احنا ذا يعني هاي المحنه اولا مطلوب اليوم نضغط جماهيريا باتجاه تعزيز اموال البطاقه التمويليه، اريد تخصيصات ماليه حتى هاي واحده. بارك الله فيك، هاي قلبي. اثنين اي اثنين اثنين اني مع مقترحك انه البطاقه التمويليه ما يمكن نوزعها ل 40 مليون كامل، اكو امورهم يعني جيده، كرواتهم زينه، اكو ما يحتاجوا البطاقه، انا وجهه نظري طبعا الشخصيه. ان البطاقه التمويليه توجه الى المواطنين تحت خط الفقر اللي ما عنده تعيين، اللي عنده عائله كبيره، اللي ياخذ راتب اقل من 600 الف دينار، وهاي المواد بدل ما تصير اربعه خليها تصير ثمانيه، خليها تصير فاصوليا. احنا اليوم بوزاره التجاره هذا الموضوع انطرحه بقوه اليوم امام الراي العام، ما كنا نتحدث ونقول نريد تخصيصات، ليش؟ لان يعني انتم جزء من الدوله، اليوم كورونا خلتنا مضطرين نطلع نقنع الناس، يا اخوان ترى المخصص لنا اربع مواد ستة اشهر، يعني عهد شغله واحده بسيطه، بس شغله واحده، احنا من نجي على البقوليات بالاسواق نلقاها ب 1000 1000 وربع، يعني سعرها بسيط، بس اليوم المواطن ما يملك ال 1000 ال 1000 وربع، هاي كتاجر او بايع محل، اذا انا استوردها من الخارج يمكن ب 500 دينار. يعني بلد ما بموازنة انه يستورد عدس او سمن او شو ماكو شيء. احنا من حقنا. انت اكو شغلات تحكي لنا اياها ترح قلوبنا. بالعكس انا اليوم انا بس احنا من حقنا اليوم عليكم كمظلومين كجوعانين. ايش اريد اقول لك؟ كجوعانين. استاذ عهد كل موظف بالدولة ياخذ راتب لازم يخلي بباله هو خادم لهذا الشعب. اما الموظف يجي يعتقد بس نفسه هو عايش وعايش ببادي اخر، هذا لا الله يوفقه ولا مستحيل مستحيل. اليوم احنا انت شوفنا اليوم شوف كشعب شوف شلون تكاتفنا. يجوز ترى الشعب العراقي الشعب الوحيد اللي تكاتف بالازمه. شفت انت ناس توزع تكافل اجتماعي، ناس الميسورين جاي، شوف الشعب كله توحد. مطلوب اليوم مطلوب كل اجهزه الدوله ايضا تتوحد وتخلي رؤيه اولا اتوجه للفقراء، ثانيا اتوجه لتحت خط الفقر. اليوم امام منعطف انه ماذا لو استمرت كورونا بعد شهر 14 5 اشهر شلون؟ اسحب اول 20 يوم ثلاثه. اذا قصدي اليوم احنا سواء انا رساله من خلال القناه الموقره ومن خلال صوتك اليوم ندعو الاخوان بمجلس النواب وندعو مجلس الوزراء ان يتم إضافة تخصيصات مالية للبطاقة التموينية حتى توصل بشكل مستقر للمواطنين. احنا نضيع علينا بالتجارة التوزيع عند ما توزع كل 45 يوم تتيع علينا أمانة. ما فيك سر احنا ما هسه تروح للوكيل تدقق عليه يقول لك انا مضطر مع مواد، هذا موقع المواطن. تروح للمواطن يقول لك والله طالب بس شلون جنابك تقول. مع العلم احنا بس ببغداد يمكن 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 في 700 الف طن احنا نعطيه طحين، والطحين نوعيه جيده، حنطه عراقيه جيده خبازه، نخبزها بالمطحنه نخبزها بالمختبر. انا اقول اليوم مطلوب تصير رقابه جماهيريه، رقابه شعبيه، كل واحد بمنطقته. اليوم خطوط الوزاره كلها مفتوحه، هسه انا مثل ما اجيت للقناه، انا يوميا يمكن اطلع قناتي الى ثلاثه، الله وكيلك اطلع البحر بخمس قنوات، السبب حتى نستمع، حتى نوضح، حتى نقول. احنا عندنا دوائر رقابيه بكل المحافظات من ضمنها بغداد. وعندنا مكتب الوزير كل الدوائر المعنيه بوزاره، اي مواطن
يشوف مشكله بوكيل، يشوف مشكله مخالفه، الوكيل ما انطى، المركز التمويني ما جهز، احنا ما حتى ما نطلب الوكلاء كلهم، احنا حتى طبعا انا بس اريد اقاطعك سيد محمد واشكر المتصل عهد من بغداد على طرح هاي الافكار، وحتى يكون اكو فرصه لغير متصلين. سيد محمد طبعا مثل ما سمعت حضرتك يعني الكثير من الشكاوى على اكثر من موضوع، انه بلد بثروات مثل العراق المفروض تكون الحصه اكبر، تكون المواد اكثر، يعني مو بس اربع مواد، هي شو تسوي المواطن اليوم بهاي الازمه خاصه؟ يعني هذا السؤال اعتقد ما يوجه الى وزاره التجاره ستي الكريمه، احنا يعني انا بدي اوصل لك الفكره اولا انت وبعدين من خلالك المواطنين. شلون؟ احنا يعطونا تخصيص لاربع مواد ما من حقنا نشتري خمسه، ويعطونا تخصيص ايضا لسته اشهر نوبات نستغل اسعار البورصه العالميه نشتري شهرين اضافيا. فحتى توصل الفكره اليك اولا وبعدين من خلالك للجمهور او للراي العام، الوزاره تخصيصاتها اربع مواد، يعني ما عندي صلاحيه كوزاره تجاره الان اجيب خمس مواد، ولا عندي صلاحيه اسوي سبع اشهر او ثمان اشهر اسويهن سنه. ابدا ماكو صلاحيه، يحتاج اليوم الموضوع شنو؟ يحتاج تدخل برلماني، تدخل حكومي، قرار. سيد محمد انت الناطق الرسمي والمتحدث الرسمي باسم وزاره التجاره، يعني انت مخول انك تنقل اصوات الناس وشكاويهم الى هاي الوزاره وهي بدورها تنقل كل المتطلبات والاضافات اللي هاي الوضع لمجلس الوزراء، مجلس النواب، الى الجهات المعنيه. جيد، يعني سؤال كل ذكي. باليوم الاول للازمه يعني عقدت خلية الأزمة وزارة التجارة اجتماع حددت بالحاجة إلى المواد الغذائية بظل ظروف هاي المرحلة، وسوينا دراسة إلى مجلس الوزراء ودراسة طرحت أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بخلية الأزمة كورونا، وطرحنا بالمجلس الوزارة للاقتصاد وجهة نظرنا كوزارة. احنا بحاجة إلى مليون طن من الحنطة، احنا بحاجة إلى 250 ألف طن من الرز، ونحن بحاجه الى 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 تعاقدات. انت يعني اكو مشكله كبيره الان، يعني يجوز اغلبيه الناس بتعرفها خاصه البسطاء. اليوم احنا 8/4 ولحد الان ماكو موازنه عامه للدوله، ما مقرره، يعني ماكو اموال تصرف، تصرف 1 الى 12، يعني انت ايش قد تصرف بالشهر؟ يعطوك 1 من سنه، في حين مطلوب من عندك كوزاره التجاره مطلوب ان نتعاقد دعم كامل حتى نامن وجود المواد، حتى نخلي خزين، زائدا انه يعني كل ما تعاقدنا بكميات اكبر كل ما يقل السعر، احنا ماكو اموال. طيب ماكو اموال. طيب عندنا اتصال بعد من مصطفى. حياك الله مصطفى. اتصال من قاسم، حياك الله قاسم. الصوت ضعيف، تسمعني قاسم؟ سامع ما سمع. واني ما ادري اسمع استاذنا المخرج. حياك الله، حياك الله قاسم، تفضل تفضل. اهلا وسهلا. بالنسبه للاخ الاستاذ الناطق الرسمي لوزاره التجاره، يعني هذا الظرف مر على كل العراقيين، يعني وزاره التجاره وين دورها؟ يعني ما اشوف لها اي دور بهل الظرف هذا. الناس معتمده، يعني 50% الشعب العراقي معتمد على البطاقه التموينيه. استاذ قاسم ترجع مثل هلال العيد. استاذ قاسم نعم. انت بيتكم وين ببغداد؟ انا مدينه الصدر. يعني الوكلاء مدينه الصدر ما جهزوا مواد غذائيه؟ جهزوا الشهر الثاني، جهزوا زيت وجهزوا. لا لا يعني شكرا. لا قصدي يعني مثل خلال الاسبوع الماضي ما اجى زيت ولا هاي فتره الحظر. لا لا استاذ مو اكو وطحين، مو اكو مشكله، مو انا قلت لك البطاقه التموينيه ما تعطى شهريا حتى اصير واضح امامك، حتى ما اكذب على الناس. البطاقه التموينيه من 2014 اخوان ترى توزع 45 يوم او توزع بين شهر وشهر، يعني هاي لحد الان اريد اوصل الفكره. هم زين قاسم يعني هم زين اعطيتنا هالموضوع. احنا ما نقول الشهر الثاني، نقول الوجبه الاولى، الوجبه الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، 8 وجبات نوزع سكر وزيت طعام، 10 وجبات نوزع طحين، 6 وجبات نوزع رز، فما نوزع على مدى العام الكامل. فانت من شفت هذه الوجبه الثانيه هاي مو مال الشهر الثاني، نعطي كانوا. وانا هسه حكيت كنت واضح الاخت المقدمه، احنا اليوم
8/4 وماكو موازنه ماليه للدوله، لحد الان ما مقرر الموازنه الماليه للدوله، مع ذلك احنا جهزنا الرابع وثمن ماكو لا اسمح لي، الثمن موجود ان شاء الله خلال الساعات المقبله، لان كان عليه اليه فحص 120,000 طن جبنه من الشركه العراقيه الفيتناميه، والان فحص وانا اخذت كل وسائل الاعلام للمخازن، فاتوقع خلال الساعات المقبله يعني باكر راح يوزع الرز لكل محافظات العراق. انا قصدي اخ قاسم حتى الصوره عندك الصوره واضحه، وزاره التجاره مخصص لها 4 مواد توزع لوجبات مو اشهر، مو عام العام كامل باستثناء الرعايه الاجتماعيه نعطيهم ماده الطحين لعام كامل، اما البقيه فنعطي 8 وجبات زيت وسكر، نعطي 10 وجبات طحين، ونعطي 6 اشهر الرز، فانت من تستلم الاول تستلم الثالث تستلم الخامس تستلم السابع، يعني 45 يوم او 50 يوم تستلم الحصه، يعني مو كل شهر. لذلك هاي المشكله اللي نقول لكم احنا نعاني من مشكله التخصيص في وزاره التجاره، يعني ما عندنا اموال ظرف استثنائي يعني. ها؟ انت ظرف استثنائي. انا رقم انا من ساعه قلت للمذيعه قلت لها المقدمه قلت لها يطش 1,000,000 يطش 5,000، الان ما عندي فلوس حتى اشتري مواد جديده، ايش يتطلب؟ يتطلب قرارات لمجلس النواب، يتطلب قرارات للحكومه، واحنا كجهه قطاعيه وزاره التجاره احنا مستعدين لتجهيز شهري اذا توفرت لنا الاموال وتعاقدنا على شراء مواد. يعني قاسم انتم بعدكم ما مستلمين لحد هسه؟ انا استلمت ذاك اسبوع، ما ذاك اسبوع استلمت زيت واستلمت الشكر واستلمت الطحين فقط، ما شهر الثاني وهسه شهر الرابع. الوجبه الثانيه يعني؟ لا الطحين استلمت ثالث وجبه واستلمت وجبة سكر وزيت ثاني وجبه، صحيح؟ هي 6 وجبات سيد محمد؟ هي 6 وجبات عن كل شهرين. 6 وجبات، احنا شو نسوي؟ نستغل انخفاض الاسعار نشتري الكميات. يعني المفروض هسه بالشهر الاربعة والخمسة المفروض هسه المواطن هسه يستلم. مو هسه قلت لك هو الاسبوع ذاك استلمت طحين واستلمت كذا كذا. احنا ايضا راح يعني بتوجيه من اللجنة البرلمانية ومتابعة وزير التجارة انه احنا راح يعني بعد ايام راح نطلق الوجبه الجديده، يعني شوف في ست يعني شوف دور البطاقه التموينيه، احنا البطاقه التموينيه من صارت الازمه صار سعر كيس الطحين 36,000، من بدينا نجهز المواطنين ضمن البطاقه التموينيه صار الان كيس الطحين ب 12,000، لو تاخذين معدلات الاسعار مع انه المواطن الضعيف الحال والله يا اخي صعب عليه حتى يشتري 250,000، بس مع ذلك اليوم تشوفين مستوى اسعار السوق المحليه راح حافظت على مستوياتها سواء بالخضر بالفواكه سواء بالبقوليات، يعني ما هو بهذا الحظر سيد محمد حتى اذا كانت الاسعار منخفضه هو المواطن اصلا ما عنده مثل موصف. ما ذكر المتصل عهد يعني قال حتى اذا ب 1,000 دينار فهو ما يمتلك هاي ال 1,000 لانه هو قاعد بالبيت ومدى يشتغل. اليوم يتطلب حقيقه هذا يتطلب اليوم الدوله تتوجه بتوزيع اموال، وانا يعني انا اعرف انه وزاره التخطيط قررت اطلاق الحصه التموينيه ببلاش. اي الحصه التموينيه يؤجل استيفاء مبالغها لحين وراء الازمه، يعني ما زين قاسم احنا البطاقه التموينيه ناخذ كل واحد 500,000، الوكيل ياخذ 500 يعني 500 دينار يعني ما مقداره، الان اكو ناس يقول 750، ناس تقول 1,000 دينار. احنا 1,000 ونص الوكيل ما يعطيك الا 1,000 ونص. ليش؟ تسمعني يا قاسم؟ خلونا هاتف لو شكاوي ثلاث ارقام على مود الناس خابره. اوكي، انا راح اعطيك الاتي، راح اعطيك مدير عام الرقابه التجاريه والماليه بالوزاره، واتمنى الاخوان بالكنترول مال القناه يعرضوا على الشاشه حتى يتصلون المواطنين بشكل مستمر. راح يظهر الرقم على الشاشه، شكرا لك قاسم. تفضل سيد محمد. بس خليني اعطيك الرقم مال مدير عام الرقابه. حتى كل مواطن عنده اي ملاحظه فيما يخص وزاره التجاره بالامكان الاتصال بالرقم الساخن الخاص بالرقابه التجاريه التابعه لوزاره التجاره. واذا ما شاف حل ايضا راح احط تليفونات خاصه لمكتب اعلام الوزير بامكان الاتصال عليها اذا ما شاف اكو تجاوب فيما يتعلق باي شكوى او اي ملاحظه. هاي شكاوى المواطنين وبصراحه حقهم بهاي الازمه استجدين بهاي الظروف. 077 نعم شباب حفظوا الرقم يمكن بعد.
تفضل سيد محمد. 077 نعم 29 222 نعم 019 نعم. وايضا انا بعد البرنامج راح اعطي للكنترول اعطي الايميلات الخاصه بالوزاره، وايضا انطي تليفون الخاص بالمكتب الوزير مباشره. اي مواطن يعني، وانت اذا برنامجك يومي راح يخدمك هذا الموضوع، ممكن نعم. اي مواطن يقدم اي ملاحظه او اي شكوى تتعلق بوزاره التجاره. شباب اذا تقدرون تخلون الرقم اسفل الشاشه حتى اي مواطن عنده اي شكوى او اعتراض فيقدر يخابر على هذا الرقم. باسم من هو الرقم سيد محمد؟ مدير عام الرقابة التجارية والمالية بوزارة التجارة الأخ علي زهير. أخ علي زهير، تمام. أكو موضوع مهم، تفضل. يعني أزمة كورونا خلتنا قلت ندخل على خط الرقابة، ورا ما دخلنا في خط الرقابة اكتشفنا انه 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 عشرات المخالفات، انه كل كميه المواطنين عند وكيل تروح او عند مطحنه معينه، يعني مع اعتزاز بكل جهود الوكلاء الجيدين والكفؤين، لقينا تروح للاسواق المحليه. وضعنا اليد عليها وتم احالتها للقضاء وفق الاجراءات القانونيه. هذا يدل انه 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 لو عندنا متابعات يعني رقابه على الاقل شعبيه تبلغ عن حالات المخالفات. وهسه المفاجاه هاي، انت تطرح للسوق 700,000 طن، يقول لك انا والله ما استلم طحين، مع العلم انها ثلاث وجبات طحين، يعني احنا دخلنا بالوجبه الثالثه وراح نجهز الوجبه الرابعه طحين. وهاي السوق مستقره الان، يعني اعتقد سعر كيس الطحين راح ينزل 10 8000 يوصل. ليش؟ لان يعني كميات المطروحه من ماده الطحين كميات كبيره جدا. طبعا الرقم ظهر هسه على الشاشه، يعني يقدر اي شخص عنده اي مقترح او شكوى او اعتراض فيقدر يخابر على هذا الرقم. طب سيد محمد، ليش بهاي الازمه وخاصه ان رمضان مقبل على الابواب، ليش ما تخصصون مفردات البطاقه التموينيه مجانا على الاقل لمده شهرين لو ثلاثه؟ شوفي، احنا كان طبعا احنا هذا المقترح مقدمين لمجلس الوزراء ولمجلس وزاره الاقتصاد، وننتظر الموافقه. تدري اليوم اي اموال تحتاج موافقات من جهات اعلى من عندنا. فوزاره التجاره طرحت موضوع المجانا، وطرحت موضوع التاجيل. ان شاء الله ننتظر الاحد القادم، قد يكون هناك قرار اما مجانا او تاجيلها الى مرحله مقبله. لذلك احنا ماخذين هذا الاجراء. قبل اربعه ايام رفعنا كتاب للجهات العليا في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، طرحنا بها وجهه نظر المواطنين انه نتيجه الظرف الراهن وتداعياته على العائله العراقيه، الوزاره مع تاجيل او الغاء الاموال الخاصه بالبطاقه التموينيه. وطمحنا ايضا انه الايام المقبله القليله، يعني الايام الاسبوع الاخ، انه نعلن عن اطلاق وجبه جديده من مواد غذائيه قبل رمضان، يعني حتى ممكن تصير السيطره على السوق المحليه بشكل افضل، حتى نمنع ارتفاع الاسعار، حتى نحد من الجشع اللي يمارس على المواطنين في بعض المحال التجاريه. يعني نحن ايضا بدورنا انه ناشد مجلس النواب انه يقر مجموعه من القرارات الاستثنائيه بهاي الظروف اللي تهم المواطن. اليوم المواطن فعلا اكو ناس ما جاي تلقى اي شيء تاكله وتوكل به عوائلها، يعني هذا شيء يستدعي قرارات عاجله وطارئه بهاي الظروف. ومثل ما سمعت اني انه اكو توجه من مجلس النواب يزيدون مفردات البطاقه التموينيه لحد 8 مواد تقريبا. والله يا ريت، انا يعني سعداء هذا اذا خبر من خلالك حصل عليه نعتبره عاجل وعلى الفور. اذا هي بس انباء، يعني بعدني لحد هسه انا اريد اتاكد من جنابكم سيد محمد. لا، احنا 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 رافعين مقترحات لمجلس النواب بزياده عدد المفردات وزياده عدد الوجبات نتيجه الوضع الاقتصادي الراهن للعائله العراقيه، وننتظر قرارات من مجلس النواب وننتظر قرارات من مجلس الوزراء. طموحنا انه هذا صوتك الان يوصل الى كل الساده النواب، بغيه اتخاذ قرارات سريعه، خاصه وان المرحله الحاليه تتطلب مزيد من القرارات الانسانيه اللي تخدم شعبنا وناسنا اللي هم اليوم بامس الحاجه لمفردات البطاقه التموينيه. طب ايضا سيد محمد، انتم عندكم قاعده بيانات واحصائيات ارقام لتوزيع واعداد العوائل ربما ذات الدخل المحدود، العوائل المتعففه،
حتى تعرفون انتم مش قد نسبه الفقر، مش قد نسبه الناس المحتاجه لهي البطاقه التمويليه. اكو ناس ميسوره الحال لا تحتاج الى هذه البطاقه. طبعا في يعني مؤسسات الحكومه، احنا عندنا كل ما يتعلق بالبطاقه التموينيه، عدد الاسر العراقيه، عدد الافراد في كل اسره، ويعني احنا واصلين 50% من نظام البطاقه الذكيه اللي يمكن التدقيق بها عن طريق العين. وزاره التخطيط لديها نسب معروفه لعوائل تحت خط الفقر ومحددتها ضمن جداول وضمن آليات الرعاية الاجتماعية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها بالأرقام عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لذلك مؤسسات الدولة لديها صورة واضحة جدا للعوائل تحت خط الفقر. وأيضا أعتقد اليوم إذا مجلس النواب اتجه بموضوع التوجه لهذه العوائل خاصة في ضوء محنة كورونا، سنعالج كثير من حالات ضعف الحال وقلة الأموال وعدم وجود غذاء إذا توجهنا بكامل ثقل الدولة للعوائل تحت خط الفقر. هذا موضوع حقيقة ما يتعلق بنشاط وزارة التجارة. وزارة التجارة معنية بتجهيز المفردات وفق ما يخصص لها من الأموال. لذلك يعني من اللي يتحمل مسؤولية هذا التأخير باستلام المواطن؟ منو يتحمل مسؤولية المبالغ والتخصيصات المالية التي لا تكفي؟ شوف ست، احنا مع بداية يعني قبل نهاية كل عام كل وزارات الدولة يعني تجري مقابلات مع وزارة المالية عن حاجتها. احنا دائما نقدم ارقام مثلا ل 12 مادة ل 12 وجبة بالشهر، يعني ايام الشهر كاملة، ونقدم ايضا دراسة واقعية عن حاجة البطاقة التموينية. القرار يقر في وزارة المالية، يقر زائدا مجلس الوزراء ومجلس النواب. مجلس النواب هو من يقرر الموازنة العامة للدولة، وهو من يقرر من يدقق بآليات توزيع الأموال وطريقة صرفها. ولذلك من 2014 ولحد الآن مجلس النواب يقرر هذه الموازنة العامة الخاصة بالبطاقة التموينية على ضوء المخصص أن في وزارة التجارة نتصرف، ومن عقود مع المنتج الوطني وفي اطار يعني سياسه الدوله لدعم المنتج الوطني. فما يعني هذا يتعلق بجهد وزاره التجاره. اليوم كل الناس مدعوه انه تدعو الى زياده تخصيصات البطاقه التموينيه، الى زياده عدد الاشهر اللي تجهز بها حتى وزاره التجاره تمتلك البنيه التحتيه والمخازن الكافيه، ولديها اسطول ناقل يصل الى 1000 سياره. الان هذه السيارات تجوب كل محافظات العراق، تنقل الحنطه من محافظات الشمال الى المحافظات الجنوبيه، وتنقل الرز من المحافظات الجنوبيه الى المحافظات الشماليه. اليوم اسطول الناقل بكل المحافظات يهيئ ويجهز ويستكمل اي محافظه على حاله نقص. طيب عندنا اتصال ايضا من مصطفى. مصطفى حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله استاذ. حياك الله، اهلا وسهلا بك. تفضل مصطفى. استاذ عزيز، احنا طبعا محافظه دياله. الو تفضل مصطفى. استاذ عزيز احنا من محافظه دياله. من دياله. تفضل مصطفى نسمعك. حضرتك استاذ تقول انه وزاره التجاره لما تنبت لا الحمصه ولا الموارد الغذائيه. شلون؟ يعني انت عندكم خطه من البدايه ان هذا صار في راح يصير؟ ما كنتم متوقعين او ما متوقعين؟ لا احنا بقانون الوزاره عندنا خزين استراتيجي، يعني هذا الخزين لاي حاله طوارئ، كان يكون يعني هواي مرينا بظروف بالعراق قاسيه علينا، يعني الامطار والسيول، وشفت حضرتك انت ابن دياله وتعرف. احنا زين استاذ، انا هسه اكو احاط النايع عندنا يعني بدياله هي زراعيه اصلا تحولت الى مناطق سكنيه، لا اكو محاسبه عليهم ولا احد ناشدهم ويقول هذا الموضوع خطا. الشغله الثانيه، اكو بعض الفلاحين انا التقيت فيهم شخصيا، من سالتهم يابا ليش هاي الاراضي عايش فيها ما تزرعوها، يقول لك الوزاره نفسها هي اصلا ما توفر لنا الماده الاساسيه الاسمده. لا احنا ما معنيين بالاسمده، احنا مو وزاره الزراعه. احنا شوف بابا وزاره الزراعه، لا اسمح لي اخي الكريم بابا اسمح لي، احنا وزاره التجاره
هسه احنا اليوم شكلنا لجنه عليا للموسم التسويقي مال الحنطه. احنا مسؤوليتنا فقط نستلم من الفلاح ونعطيه فلوسه. العام لا 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 هذا يعني شوف التجاره اليوم اذا ما يتوفر لها هذا الكم من الحنطه غير اكو سنه تقدمه رئاسه الوزارات ولهم اكو هيك عندنا اكو نقص بالزراعه اكو نقص كذا ماده شمن اكبار حتى المعني هو يحاسب الوزاره الثانيه لو هذا مو صح. لا لا اسمح لي انت تتحدث بي كله صحيح بس انا راح اقول لك شغله. احنا العام اكبر موسم تسويق بتاريخ العراق، العام اخذنا من الفلاحين 5 ملايين طن، بالمناسبه نشتري من الفلاح اغلى ما نشتري من السوق العالميه، يعني استاذ العزيز غير اكمل لك انت انت سالتني غير اكمل بدون زحمه عليك غير اكمل لك التجاره معنيه بشغله انه هي المفروض تحافظ على التجاره على المنتج الوطني نفسه، صح لو مو صحيح؟ صح زين اللي تدخل البضاعات اللي تخلي الفلاح اصلا ما يقدر يزرع شلون؟ زين هاي هم مو يعني هاي مو انتم مسؤولين عنها او منو المسؤول؟ هذا الموضوع ما اعرف شو السؤال. يعني انت تقصد مصطفى انه ماكو دعم للمنتج الوطني؟ لنا الصوت شوي. ماكو دعم تيتو هي زراعة خصوصا للزراعه، الزراعه هسه الفلاح هو نفسه ممكن انه بدون ما يحتاج صندوق بدون ما يحتاج شيء بس المهم بضاعته تنباع. اكو احد يشتريها يعني مثلا حنطه لازم اكو بين تنسيق بين الفلاح وبين التجاره. يا اخي معقول انت اقول لك يعني يا اخوي انت والله ما تدري بالموضوع، يعني العام بس رحت يمكن بس دياله 10 مرات زياره على دياله لان دياله ثاني محافظه او ثالث محافظه تسويق الحنطه، تدري 5 ملايين طن اخذنا من الفلاحين، تدري ابعد منطقه بدياله رايحين لها ولا محافظه بالعراق العام ما زرناها والتقينا بالفلاحين والمزارعين ولا فلاح ما استلم مستحقاته مال العام الماضي. احنا العام وحققنا اكبر جانب تسويقي بخمس ملايين طن من ماده الحنطه، انت شنو وين احنا كيف يجيب لنا فلاح يجيب لنا حنطه محليه؟ اما فلاح مو ضمن الخطه الزراعيه اللي تعلنها وزاره الزراعه، هذا مشكلته وزاره الزراعه لان وزاره الزراعه سنويا هي خطه يسموها خطه الاستزراع الخاصه بالحنطه، خطه زراعه مو؟ انا ما احكي لك على شيء عن فراس، انا التقيت اكثر من فلاح. انت التقيت بكثير من فلاح، احنا ملتقين بكل الفلاحين العراقيين، اولا اذا اشرحها وما حد اشتراها. لا اسمح لي، اولا اسمح لي. احنا عندنا لجنه تسويقيه عليا من ضمنها ممثل رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحيه بالعراق وممثل رئاسه الوزراء وممثل وزاره الزراعه. هاي اللجنه تعقد يعني يوم الاحد بالمصادفه، يوم الاحد راح تجتمع. الهدف تستقطب كل ما يزرع الفلاح العراقي، اما تقول لي واحد زرع لان هذا ما مطي رقم انت شلون حتى تطي رقم للزراعه لازم الاموال مالتك تتهيئ، فانت من ما تقول له ما انا زارع هذا يعني هذا الموضوع يتعلق بوزاره الزراعه، احنا كوزاره التجاره استلمنا 5 ملايين طن من الفلاحين والمزارعين والان هذه 5 ملايين تشكل هذا الشيء طبعا انا ما اعرف شغلكم بس هو لازم يصير تنسيق بين وزاره التجاره ووزاره الزراعه ووزاره الزراعه حتى ينهض الفلاح. والله طيب مصطفى عندك شيء على موضوع البطاقه التموينيه مفردات البطاقه التموينيه؟ والله كمواطنين احنا قدرنا نشيل تقريبا 60% من اللي يصير هسه الناس اللي استعبت. فما اعتقد هاي صعبه على الدوله. مو شيء صعب على الدوله هذا. طيب. يعني احنا مجرد تبرعات احنا تقريبا يعني تحتك على مستوى دياله كتبرعات من المسؤولين وكتبرعات من المواطنين تقريبا نقدر قدرنا نشيل 60% من الاصرار. بس يعني مو عادي يعني الدوله لا الدوله مو صعبه ما اعتقد يعني صعوبه على الدوله. طيب شكرا شكرا لك مصطفى. سيد محمد اكو دعم للمنتج الوطني فعلا وهل هناك يعني تنسيق مثل ما ذكر الاخ مصطفى انه بين وزاره التجاره وبين باقي الوزارات مثل الزراعه التخطيط العمل؟ اختي الكريمه سنويا يعني اليوم انا جاني امر وزاري اللجنه التسويقيه العليا ل وزارة التجارة المشرفة على الموسم التسويقي. أولا وزارة التجارة عندها ممثل بدرجة مدير عام في كل محافظة من محافظات العراق يكون مشرف مباشر مع السيد المحافظ والجهات الزراعية الأخرى في الوزارة بغية التنسيق والمتابعة. هاي اللجنة التسويقية العليا للوزارة ممثل بها
رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحيه وفيها ممثل وزاره الزراعه وفيها ممثل عن مكتب رئيس الوزراء. الهدف من وجود هاي الشخصيات هو التنسيق والمتابعه والتدقيق ومعالجه المشاكل واصدار صوت الفلاح، وايضا في كل مركز تسويقي يوضع ارقام خطوط ساخنه لمكتب الوزير ودائره الرقابه وكل جهات الوزاره المعنيه باستلام الشكاوى. احنا يعني من يوم الاحد راح تبدي الاستعدادات للموسم التسويقي المقبل، ونتوقع حقيقه السنه الموسم التسويقي يتجاوز كل حدود السنوات السابقه. وزاره الزراعه قالت المتوقع 6 ملايين طن. احنا طب سيد محمد، يعني انت ذكرت من شوي انه اكو خزين استراتيجي لحالات الطوارئ، طب اليوم البلاد تمر بحاله طوارئ يمر بها كل العالم، وين هذا الخزين؟ ليش ما جاي يتوزع على المواطنين، على الفقراء، على العوائل المحتاجه لهذا الخزين وبهاي الازمه؟ ما انت يمكن ما سمعين صوتي من اجاوب. سمعت صوتي من الساعه من قلت توزع على 70. صوتك واضح، يعني هو اكثر من سؤال توجه لي اكثر من شخص انه خزين الوزارة التجاره. لا انا جاي اقول لك احنا وزعنا اطلقنا 700 الف طن، وحددت قلت لك احنا 4 مفردات ننطي، وحددت لك انه احنا منذ اليوم الاول وزعنا هاي الكميات في كل المحافظات. الان ننتظر نوزع وجبه اخرى لتامين كل المواد الاساسيه. يعني انا وضحت انه جهزنا وجبه، والان راح تنطلق وجبه جديده نجهز بها المواطنين للمفردات. يعني القصد انه هذا الخزين ما ممكن نطلقه وجبه واحده، ممكن نطلقه على شكل دفعات، لان جاي نتابع موضوع الامن الغذائي، موضوع توفر المواد، موضوع الاسواق المحليه. كل ما نحس كل حاجه ماسه الوجبه الجديده راح نطلق الوجبه الجديدة. اما احنا نطلق الخزين مالنا ونبقى ننتظر، وقد كورونا تمتد طويلا، قد تمتد لسنه لشهر لاشهر عده. لذلك اليوم عمليه اطلاق الوجبات تخضع لقياسات انه توفر الماده عند العائله، اذا ما متوفر راح نطلق وجبه جديده. بس القصد انه احنا مامنين توفير المواد بشكل جيد، ونستطيع ان نطمئن الناس بان المفردات الاربعه المعنيه بها وزاره التجاره موجوده بشكل جيد. يعني قادره اليوم وزاره التجاره فعلا على احتواء وتطويق هذه الازمه؟ والله قلت ضمن المتوفر من التخصيص وضمن المتوفر من المواد. لو خصص ان اموال اخرى ممكن نجيب وجبات اخرى، ممكن نجيب مواد اخرى، لكن الان بالمتوفر احنا نستطيع القول 4 مفردات اساس. طبعا حقيقه هي اليوم اغلب العوائل تحتاج الطحين بشكل خاص، العوائل الفقيره الطحين بشكل جيد. يعني هو الماده الاستراتيجيه يجي بعدها الرز، يجي بعدها السكر، يجي بعدها زيت الطعام. هاي المواد المهمه للعراقيه. اما اكو انا بعض شكاوى تجي تقول يابا شو لا لحم لا دجاج. يعني ما اعتقد اليوم احنا عندنا التخصيصات تتيح لنا. والله نتمنى احنا نوزع 25 ماده، نتمنى بس المتوفر لنا اختي الكريمه، المتوفر لنا من الاموال تتيح لنا 4 مواد، واحنا جهزناهن بشكل كامل وقد ونتابع الاسواق. اذا وكيل ما نطى يا اخي والله اجراءاتنا كلش سريعه، يعني خلال ساعات. وانا من خلال انا طبعا ما شفت الرقم انعرض على الشاشه، استتمنى على الشاشه حتى جزء الشاشه اللي عندي ما ادري. انعرض الرقم سيد محمد، ما اعرف. وبالدقيقه الاخيره اريد من عندك تنطي ربما معلومه تفاؤل، اي امل للمواطن بهاي الازمه؟ يعني انا التفاؤل مالتي هو طبيعه الروح العراقيه المتعاونه، طبيعه الروح العراقيه دائما مؤمنة أنه دائما نتجاوز المحنة ونتجاوزها إن شاء الله إلى بر الأمان وبأقل الخسائر. أنا أقول إحنا في وزارة التجارة، أخوانكم في وزارة التجارة استطاعوا العمل بما يستطيعون عمله، ما مخصص لهم من أموال وما مخصص لهم من أدوات. من يوم الأول ولحد الآن كل مطاحن وزارة 300 مطحنة في العراق تعمل على مدى اليوم لتأمين أكثر من 8 ملايين طن من مادة من الطحين. وكل إخوانكم في مرافق الوزارة الأخرى يعني مستعدين لإبداء كل الخدمات من أجل أن يبقى العراقي لا يحتاج ويتجاوز هذه المحنة، وإن شاء الله نتجاوزها ونلتقي في مناسبات أخرى نتحدث بحديث آخر. شكراً. هو أمن واستقرار وسلامة كل أبناء شعبنا. شكرا لك سيد محمد حنون، ونحن بدورنا نعيد ونناشد مجلس النواب إلى إقرار قرارات عاجلة وطارئة في هذه الأزمة تخدم المواطنين.
وتخدم مصالحهم. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.